بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. شوفوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه. لما بنعيش لانفسنا بنتولد صغيرين ونعيش صغيرين ونموت صغيرين، ولما بنعيش ونشوف الناس معانا واحنا عايشين عمرنا بيكبر بعمر كل بني ادم ادخلنا السعاده على وجهه. بسمه امل النهارده انا عايز اقول لك فيها، ممكن تسعد اللي حواليك، ممكن تفكر في اللي حواليك، ممكن ما تعيش لوحدك. ارجوك ما تعيش لوحدك. القصه اللي انا عايز احكيها قصه ولد عنده 10 سنين كان في نادي من النوادي، بيروح يلعب في النادي ويلعب مع اصحابه، وبيبقى ابوه مدينه مصروف علشان يعني ايه ينبسط وهو في النادي ويشتري. راح الولد ولقى واحد بيبيع ايس كريم بالشوكولاته، فقعد كده على ترابيزه على في النادي ونادى للجرسون وقال له بكام الايس كريم بالشوكولاته؟ فالجرسون قال له ب5 جنيه، غالي شويه. المهم ما عليه ده، قام معاه طلع الفلوس اللي معاه فكه، فضل يعد فلوسه والجرسون بيبص. طبعا اللي بيحكي الحكايه الجرسون، فبيقول فبصيت لقيت اللي معاه 5 جنيه بالظبط. فمسك ال5 جنيه كده وبص للجرسون، الجرسون مش فاضي بقى، خلصنا هتشتري ولا مش هتشتري؟ وقام باصص للجرسون وقال له طب وبكام الايس كريم من غير شوكولاته؟ فقال له ب4 جنيه يا سيدي. فالولد قام راجع تاني وبدا يعد يعد الفلوس، والجرسون متغاظ جدا، العيل ده بيضيع وقتي ويمكن حد تاني اروح يعني. المهم الولد عد وقام قايل له ايه، طب انا عايز ايس كريم بدون شوكولاته. فقام جايب له ايس كريم بدون شوكولاته اللي هو ب4 جنيه. طب ما انت معاك 5 جنيه. الولد اكل وخلص وقام وراح الجرسون ياخد الفلوس. الجرسون دمع عينه، دمعت. عارفين ليه؟ اصل الولد ساب 5 جنيه مش 4 جنيه. هو الاول ساله اللي بالشوكولاته بكام؟ قال له ب5 جنيه، واللي بدون شوكولاته بكام؟ قال له ب4 جنيه. الولد فكر ان هو ياكل ب4 جنيه ويسيب الجنيه للجرسون، وفضل ان هو ياكل الارخص بس يسيب للجرسون جنيه. الولد ده اهله علموه الاحساس بالناس، الولد دون هيكرمه ربنا في باقي عمره. ممكن لو سمحت تربي ولادك ان هم يحسوا بالناس، ممكن تاخد ولادك لحي فقير وتشيل معاهم رز وتشيل معاهم يعني شنطه كده فيها خير، وتنزل مع ولادك تخليهم يدوقوا احلى حاجه في الحياه، ان هم ما يعيشوش لنفسهم انما يعيشوا للناس. صدقوني يا جماعه، لذه العطاء احلى بكتير من لذه الاخذ. صدقوني لما بنعيش لنفسنا بنتولد صغيرين ونعيش صغيرين ونموت صغيرين، ولما بنعيش للناس عمرنا بيكبر بعمر كل واحد دخلنا بسمة أمل على وجهه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.